اسأل نفسك بينك وبين الله عن بعض المحرمات المحتملة وبعض الواجبات المتروكة. هل قمت لصلاة الصبح هذا اليوم؟ وكم هي النسبة التي تصلي بها صلاة الصبح في وقتها؟ او انك تنام باستمرار عنها؟ ومن ينام عن صلاة الصبح بطبيعة الحال ينام عن صلاة الليل بطريق اولى، ولا يقرأ دعاء الصباح ولا القرآن ولا التضرع والخشوع خلال الفجر بطبيعة الحال، فيفوته الفضل كله وليس له بديل الا النوم. وهل يصلح النوم ان يكون بديلا عن طاعة الله والخشوع لله وذكر الله والقيام بالواجبات والمستحبات؟ عيب هالحشاية الدنيوية السافلة المتدنية. فيكون النوم سيفا من سيوف الشيطان، يضرب به الشيطان المؤمنين ويذهب عليهم آخرتهم وفضيلة أعمالهم.